النهاردة صحينا كده الصبح على أحكام جائرة وأحكام ظالمة من القضاء المصري على من مات أبناؤهم في رابعة وعلى من قتلوا في رابعة. كل هذه الأحكام التي خرجت اليوم أحكام بالإعدام جملة كبيرة جدا، وما زال الظالمون يتمادون في ظلمهم، تحديدا أهل رابعة. لو تحدثنا عن مدى الظلم الذي تعرض له أهل رابعة شخصا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، وبعد. فلا شك أن الأحكام الصادرة اليوم هي أحكام جائرة 100%، لا يشك فيها عاقل، لأن يعني أدوات التقاضي والتحاكم كانت واضحة للعيان. نعم. لا توجد فيها أدنى درجات الشفافية ولا أدنى درجات حقوق المتهم سواء البريء أو غير البريء، بل رأينا يعني نظام مبارك الذي قتل على أعين الناس كانت محاكمات هزلية شكلية. نعم. انتهت في النهاية بتبرئتهم. كانت الحياة التي عاشوها في السجن الفترة التي القليلة كامل الحقوق وزيادة، بل فيهم واحد خلف وفي السجن كمان مبارك، اللي النهاردة يعني الناس بتموت من الإهمال الطبي. وكأن الرسالة التي يريد الانقلاب أن يوصلها للناس اللي ما ماتش يوم رابعة هو ما ماتش ليه؟ أيوة. يعني اللي طلع حي ده لا، ما كانش المفروض يطلع حي، يبدو أنه عنده كوتة معينة أن كل اللي كان في رابعة يموت، لازم يموت، سواء يوم فض رابعة 14/8/2013 أو فيما بعد بالإهمال الطبي أو بأحكام الإعدامات أو بالمؤبد. المهم ده محكوم على كل من دخل رابعة أن يكون في عداد الأموات، حتى لو مطارب برا. نعم. بيطارب بالإنتربول الدولي بقضايا منفقة، أيضا بيطارد بيعايش من غير جوازات. فهو بالعربي عايز كل من وقف ضد هذا الانقلاب أن يحكم عليه بالإعدام المادي أو الإعدام المعنوي. طيب شيخ عصام، عندما يعني ننظر حتى يعني اتعلمنا في الشرع كده وحضراتكم مشايخنا وأساتذتنا أن اللي بيجي يشهد ده يشهد بما رآه وبما سمعه ويكون حاضرا في شهادته، وهناك أيضا لهذا الشاهد مواصفات يعني حث عليها الشرع واشترطها الشرع، لم يحث عليها فقط بل اشترطها الشرع في الشهادة. عندما نرى أن من يشهدون على هؤلاء بعد أحكام الإعدام هم من قاموا بالقتل كوزير الداخلية محمد إبراهيم أو غيره مدير أمن القاهرة، هم من باشروا قتل المصريين السلميين العزل في رابعة، هم من قتلوهم وهم من يقومون بالشهادة لإعدامهم. هذا طبعا من قوة الفجر وكثرته، أن الفاجر يتكون عنده من الجرأة والوقاحة أن يقتل القتيل، مش يمشي في جنازته بل يشهد على جنازته وجنازة إخوانه وأهله. وطبعا يعني أنت بتتكلم عن المعايير التي وضعها الإسلام والقانون في كل دولة في منطق العقل والقانون، لكن نحن لا نتحاكم لا للعقل ولا للقانون ولا للشرع ولا أي شيء من يعني أدوات التقاضي العاقلة في أي مكان. إنما انقلاب أصلا جاء على حساب قتل البراء والشرفاء، وجاء به لإلغاء وإنهاء الديمقراطية والحياة السياسية في مصر. فيعني ليس مستغربا اللي جه يعني انقلب على من عينه على رئيسه. نعم. وعلى قتل الشعب، وهيقتل الشعب بمال الشعب اللي هو في الجيش، اللي هو السلاح الذي قتله به الجيش. نعم. فيعني لا توجد معايير عاقله نحتكم اليها. طيب حتى لا نجلس ونتباكى على ما يحدث فقط يا شيخ عصام، ونحن يعني امه لم نؤمر بذلك، امرنا بالعمل وامرنا ان يكون هناك دائما وابدا امل طالما نحن احياء، ووقوفنا أمام الظالم واجب علينا شرعا. طيب دورنا لإنقاذ هذه الأرواح يا شيخ عصام دلوقتي إيه؟ ما الذي يجب علينا فعله الآن؟ أولا يجب علينا أن نعيد يعني حساباتنا في أدائنا الإعلامي. نعم. والسياسي والحقوقي أدائنا فيها أداء باهت ضعيف، وسبب كبير فيه هو تفرق الناس. نعم. يعني الناس على مدار أيام، واليوم حتى بعد ظهور الاحكام بلاقي ناس قاعده تقطع في بعضه بس. ايوه. تكتب في بعضه بس. طيب لا انت واخد دور حتى الذي يدين، ولا دور من يقوم بفعل، ولا دور من يقوم بعمل ولا بقول. طيب ايه دورك؟ بقى في ناس للاسف النهارده وكانها يعني دون ان تدري او تدري الله اعلم، يعني هي عامل من عوامل تثبيت الانقلاب. ايوه. وده طبعا شيء خطير جدا. الناس في السجون تعول على من في الخارج في حركتها. نعم. من في الخارج ماذا يفعل؟ من في الخارج كل ما يقوم به الآن مجرد الكلمات والكلام على الفيسبوك، هذا لا يكفي، هذا حيلة العاجز.
آخر ما يملك العاجز. أما الإنسان القادر المستطيع يجب عليه أن يبذل ما يستطيع من جهد. الحقوقيون عليهم جهد حقوقي كبير جبار في الحقوق الدولي وغيره. نعم. الإعلام عليه أن يسلط الضوء على كل هذه القضايا تسليطا صحيحا. العلماء عليهم الدور بالإفتاء والتوضيح والوعظ والإرشاد والبيان للناس. نعم. كل من يملك أصحاب المال، أن كل هذه القضايا تحتاج إلى مال جبار وشركات علاقات عامة في العالم الغربي والأوروبي تتحرك له. ويعني أنا يعني الإنسان أصبح عنده يقين طبعا أن صفقة القرن وكذا الدور الذي فيها هو إنهاء القضية الفلسطينية بمعاونة هؤلاء الحكام الخونة، شريطة أن يسكت العالم الغربي عن انتهاكات حقوق الإنسان في بلاده. ولذلك أي. حكم واحد إعدام من دول كان كفيل الغرب على الأقل يدين لا ما فيش كلام، ده ما فيش حاجة خالص. الحكومة العسكرية أيام مبارك اللي كان فيها الحكم 5 سنين العالم الغربي كله أدان. النهاردة أحكام بالإعدام بالجملة ولا يدين أحد خلاص، لأن هي صفقة مطلوب أن تمرر مقابل الصمت اللي بيحصل في السعودية والمملكة العربية السعودية أيضا نفس الأحكام. كأن السيسي والسعود وبقية والإمارات وغيرهم نظام واحد في التعامل مع حقوق الإنسان، واتفاق عام من العالم الغربي والأوروبي في الصمت تماما عن هذه الانتهاكات. طيب إذن هناك دور على الإعلاميين، وهناك دور على الحقوقيين، وهناك دور على العلماء، وعلى كل من يتصدر المشهد وعنده حرية في التعبير عن مدى وقوع الظلم على هؤلاء. طيب ده يكفي ولا يجب علينا أيضا يا شيخ عصام أن احنا نتحدث مع الناس عن أن هناك أمل وأن الأمل لا ينقطع من الله عز وجل، ولا نتحط في حتة تانية ويطلع الناس اللي انت حياتك عارفهم كلنا عارفينهم اللي هم بيعملوش أي حاجة غير أن هم مسكين القلم وقاعدين يصنفونا بقى، دول بيأسوا الناس، دول بيموتوا الناس اللي عايزة تقف مش عارف إيه فبيقولوا لهم الأمل موجود. احنا عايزين نقول الكلام الذي يرضي ربنا ومن الكتاب ومن السنة في هذا الموقف. هل هناك بالفعل أمل يا شيخ عصام؟ الأمل لا ينقطع، لكن الأمل في الإسلام مربوط بالعمل. لا أمل بغير عمل. إنما قاعد تقعد تتمني نفسك وتحلم بأحلام سعيدة وبكرة زي الفل، بكرة ده هو نتاج ما تزرعه اليوم. صحيح. ما تحصده غدا نتاج ما يزرع اليوم، وما تحصده اليوم نتاج ما زرعت أمس. زرعت إيه أمس؟ النهاردة الأحكام دي طالعة عشان تزرع أمس ضعف تشتت وتشرذم وناس بتتاجر بالقضية. احنا اتضحك علينا يا شيخ عصام من 4 سنين اتقال كده ان احنا رافعين قواضي دولية كبيرة جدا، واتقال ان احنا عاملين مش عارف ايه. والنهاردة انا يوما عندما رأيت دكتور محمد مرسي وبعده محمد بديع بيلبسوا البدلة الحمراء، الكلام ده كان من 3 سنين، قلت يا جماعة احنا خلاص كده احنا المفروض نعمل حاجات اقوى من كده بكتير، والمفروض نتحرك اعلاميا وحقوقيا وكل حاجة. طب احنا دلوقتي داخلين في السنة الستة، نبدأ السنة الستة يا شيخ عصام، ولم أرى قضية واحدة تحركت أمام هؤلاء الظالمين، وهؤلاء الظالمين يتمادون في جبروتهم ويخرجون الأحكام. لأن من تحرك في هذه القضايا للأسف ليس يعني كثير منهم، للأسف البعض البروباغندا شو الإعلامي، لكن على أرض الواقع في شغل، في ناس اجتهدت تعمل وناس لأ. أيوة. وفي ناس خدتها سبوبة. أيوة. في ناس فعلا كانت مخلصة وعايزة تشتغل لكن مش قادرة، وفي ناس عايزة تشتغل لكن كان معوقة المدد أو العامل المادي. نعم. وفي ناس وفي ناس وفي ناس للأسف عوامل اجتمعت مع بعضها، وإضافة لإني كثير من حمل هذا الملف كانوا جهلاء به وليسوا من أهله، مش أهل القضايا الدولية، حتى لو كانوا ناس بتوع قانون لكن ما عندهمش العلم به. ممكن النهاردة لو أنا راجل قانون بتاع قانون جنائي مصري ما أعرفش القانون الدولي. ده ليه ناسه. طب ليه ادعي معرفتي؟ ما بقى كل بعض الناس وانا يعني انا يا شيخ عصام يا شيخ عصام معلش، انا كاحمد العربي لو ادعيت معرفتي بالاعلام وان انا طالع النهارده بتكلم في قناه الثوره المصريه اتحدث عن الثوره واتحدث عن اسقاط هؤلاء الظالمين، وانا لا املك ادوات التحدث التي تجعلني اواجه هؤلاء الظالمين، انا كده خاين. لا ما هو بقى بعض الناس بيحب يتعلم الحلاقه في رؤوس اليتامى فما معلوش ضرر، ده التعليم اللي مالوش ضريبه. هو فرحان النهارده باحكام الاعدام اللي صدرت عن الناس دي مثلا؟ دول مش في رقبته؟ ما ده التعليم اللي مالوش ضريبه في رقبته. لو الضريبه هيدفعها من لحمه الحي كان قال لك ما بعرفش، حد بيفهم عشان انا كمان ما انضرش. ايوه. انما هو مش هيتضرر. للاسف معظم من في الخارج الا من رحم ربك. مش حاسس بالوجيع لانه مش مأذي. اللي مأذي لا حاسس، عشان كده بيدي العيش لخبازه. ايوه. انما للاسف الناس لم تتعلم من المحنه، الناس لم تتعلم مما يصيبها. الناس لم تتألم إلا لما الألم بيجيله،
وده الإنسان اللي مش إنسان، اللي مش مؤمن إيمانا حقيقيا. المؤمن يرى الألم في عند الناس فيشعر به، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كما تعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. المسلم يشعر بأخيه دون أن يطلب منه أن يتألم ويشعر به، ده شعور ذاتي حقيقي طبيعي ميكانيكي في جسد الإنسان تلقائي، مش محتاج تكلف ولا تعني ولا ادعاء ولا منظرة. للأسف كثير من القضايا كما ذكرت يعني لم توفق، لأن للأسف اشتغل عليها شغل شعبي وشغل البروباغندا وشغل الشو، ولكن لم يعمل عليها عمل حقيقي. وأنا بقول رسالتي، طب يا عم احنا قعدنا نقول للناس القانون، طيب في ناس وعدنا نحذر منها الناس تحرض على اني خذوا حقكم بدراعكم واعملوا، طب الناس دي فين اصلا؟ ايوه الناس اللي بتحاول تشيطن أيوة. او تسلح هذا الحراك هم فين؟ صحيح يعني بيعملوا احنا غلط. احنا غلط بيعملوا احنا جبنا احنا خوافين على كلامكم. ايوه انت بتعمل ايه؟ قاعد تورط في الناس وتحرض بس؟ طب وده فين؟ وده شغل؟ لا ده كلام مش منطق طبعا. انما بنقول يا جماعه الناس هناك ادوات ناجزه ونافعه وفاعله لا يستخدمها الناس، خاصه اننا اللي بنعمل بالاسباب المشروعه الحقيقيه اللي موجوده تحت ايدينا عشان نبدا ندور على بدائل. طيب الكل بيقول دلوقتي يا شيخ عصام او العقلاء يتحدثون بما جاءنا وتعلمناه من ديننا ان الله عز وجل لا يعجل بعجله احدكم. يا جماعه اصبروا وصابروا ورابطوا، حتى ان اهل الشهداء واهل من حكموا عليهم اصلا بالاعدام تجد عندهم من الثبات ما يكفي وتجد عندهم من الصبر ما يكفي، وكأنهم ينظرون ويعلمون أشياء لا نعلمها نحن. لا إحنا الثبات هؤلاء الناس على رؤوسنا، نعم، لكن هذا لا يمنع من أداء دورنا. أي ثبات أهالي الشهداء أهالي المعتقلين كده أدوا ما عليهم، ده دورنا. هو أنا أقعد أتغنى بثبات هؤلاء الناس وكل اللي أنا عامله برافو برافو برافو؟ طب وبعدين حضرتك يعني برافو ده هتعمل فيه ايه بتاعتك دي؟ تعمل ايه؟ ماشي بتصبرني معاك وتشجعني، طب وبعدين؟ اللي هيتشنق ده المسجون ده حتى بلاش يا سيدي، ده حتى لو دون مؤبد. ايوه هو مؤبد ده سيء حكم شويه. ما احنا وصلنا لمرحله يا شيخ عصام دلوقتي ان اللي بياخد مؤبد بقى خلاص يعني كده عدى من الاعدام. مفيش حاجه عدى، حاجه غريبه جدا. هو فريد اسماعيل كان واخد مؤبد؟ لا مات في السجن. كل حالات الموت اللي بالاهمال الطبي كانت واخده مؤبد كانت واخده اعدام؟ لا. ايوه هو انا يا فرحتي موادع 25 سنه؟ هو انا ضامن يعيش سنه في سجن هؤلاء الظلمه الفجره الذين لا يخشون الله ولا يرحمون مخلوقا؟ ده يتضمن يا شيخ عصام؟ ده اللي مات بالاهمال الطبي اكثر من اللي بياخد اعدامات. اللي واخد 5 سنين النهارده يا شيخ عصام منطوق الحكم بيقول ان هو هيتم تطبيق عليه مراقبه الشرطه 5 سنين ويحرم من التصرف في امواله. طب انا بسال الدوله اللي هي بتقول انها بتحارب الارهاب، هي عايزه تطلع واحد ما يعيش في البلد، يعني هو عايش كانه مش موجود، لا يتصرف في امواله، عنده مراقبه، طب ويتم رفضه كمان من اي مصلحه حكوميه هو بيشتغل فيها، طب هم يعني المواطن ده يطلع يعيش يعمل ايه؟ يعني هو سؤال بس يعني. هو عايز ينتحر. ايوه ويفتحوا له باب الانتحار يعني. فيبقى ميت بنفسه. لا يعني ده كلام طبعا لا يفعل ولا يدخلون في الدنيا بهذا الشكل. ده اذا كان ساعه لما تقال عزل سياسي عن اتباع مبارك. طلعت الناس ولا والشعب يعزل بنفسه بالقوة الشعبية. ده بس مجرد انه ما يترشحوش 10 سنين مش يتحرم من امواله ويترائب ويترفد من شغله وتتصادر فلوسه للأسف يعني. طيب لو احنا حبينا يا شيخ عصام النهاردة وبعد هذا الموقف الظالم وضوح الشمس من قبل هذا النظام نظام الانقلاب، يعني لو حبينا نبعت رسائل لأهالي المحكوم عليهم بالإعدام نقول لهم النهاردة الرسالة يعني الأولى يعني أولا نحيي صمودهم وثباتهم ونرجو أن يعني يعذرونا فيما نقصر فيه وفيما قصر فيه غيرنا. عليهم أن يستحثوا كل من يستطيع بدور من أهل الشرعية نفسه أنفسهم أن يقوم بدور الحقيقي، لأن للأسف الدور ليس هو المأمول ولا هو هو المنشود وليس هو المطلوب مع الأسف يعني. طيب القضاء بقى يا شيخ عصام نقول لهم ايه؟ اللي حكموا بهذه الاحكام الظالمه سواء كانت بالاعدام او المؤبد ومعاهم المفتي بالمره، ربنا ياخذهم اخذ عزيز مقتدر، اللهم الله ان ينتقم منهم، اللهم امين، يعني انتقاما اليما شديدا، اللهم امين. كل ده واحد عارف وبيعمل صح ولا غلط، حتى المفتي الذي صدق اذا صدق وفعل اسال الله ان ينتقم منه وممن وقع معه، لاني لا عذر له. هتقول لي والله اصل ورق قدامه، لا ورق قدامه لكن الاحداث واضحه والدنيا واضحه ويستطيع ان هو يقرا، لا وبعدين هو بيكون راي من نفسه يعني. نعم.
طيب.